ماذا يحدث في غزة؟ بدأ العدوان الإسرائيلي في الساعات الأخيرة عملية الغزو البري لقطاع غزة، ودي العملية اللي كان مخطط ليها منذ عدة أيام. ما زال إخواننا في فلسطين يتساقطون واحدا تلو الآخر، آلاف من الشهداء وآلاف من الجرحى والمصابين وآلاف تحت الأنقاض. ماذا بعد؟ بدأ الجيش الإسرائيلي بشن غارات وبشن حملات بالطائرات مكثفة خلال الساعات الماضية في شتى الأنحاء داخل قطاع غزة، وده أدى إلى انقطاع جميع شبكات الاتصالات والإنترنت عن القطاع بالكامل. أصبحوا معزولين عن العالم وفقا لتصريحات شركة الاتصالات الفلسطينية. الهجوم اللي بيتم الآن على قطاع غزة هو الأعنف منذ طوفان الأقصى أو تنفيذ عملية طوفان الأقصى لكتائب القسام في 7 أكتوبر الجاري. النهاردة هو أعنف هجوم على قطاع غزة من 20 يوم. الطائرات الإسرائيلية بتقوم بعمليات جوية، وفي المقابل بدأت القوات البرية في الاقتحام لقطاع غزة كده، يعني جوا وبرا وبحرا. القطاع معزول عن العالم، مفيش اتصالات، مفيش تواصل، مجتمع دولي يعني صامت حتى الآن، وجميع القرارات لم تؤخذ على محمل الجد، ولم نرى منها أي شيء على أرض الواقع، ولكن العدوان الإسرائيلي ما زال يقتل كما يشاء. النهاردة في قرار جديد للجمعية العامة للأمم المتحدة. منذ قليل صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع عربي وقرار عربي بشأن قطاع غزة لوقف إطلاق النار. صوت للمشروع 120 دولة، وهناك 14 دولة معارضون عن هذا القرار، معارضون لهذا القرار، وهناك 45 دولة امتنعوا عن التصويت. وبذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار لوقف العنف في غزة. ولكن ماذا بعد؟ ماذا بعد القرار؟ هل يتم وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟ هل يتم وقف نزيف الشهداء والجرحى والمصابين من إخواننا في فلسطين؟ نتمنى أن القرار ده يؤخذ على محمل الجد، ويتم وقف العملية البرية والاجتياح الذي يتم لقطاع غزة الآن. ونتمنى لإخواننا في غزة السلامة من الله سبحانه وتعالى. طبعا متابعين مع حضراتكم بعد اتخاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وبكل ما هو جديد في هذا الملف. شكرا ليكم، أشوفكم على خير إن شاء الله.